أداء هزيل جدا للزمالك أمام المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حبيبة خالد، والفيديو ده هنحلل فيه ماتش مهم جدا في الدوري، ماتش الزمالك والمصري اللي انتهى بنتيجة 2-2. الماتش كان مليان سسبنس، بمعنى الجون الأول لإمام عاشور على طول بعديه ب16 دقيقة دغموه بيسجل الجون التاني بصناعة أبو بكر، اللاعبين جزائريين يعني هدف جزائري خالص. بعديها بنشوف ان عمرو السيسي بيسجل هدف في الشوط الثاني، ووراه على طول بحوالي 6 دقايق احمد الشيخ بيسجل هدف، فلا ما فيش حد لحق يتهنى بالهدف بتاعه. فانا قصدي يعني قلت طب هتقولي طب ما انت قلتي ان هو في سسبنس يبقى الزمالك بقى قد حلو. لا مش شرط، الماتش كان يعني احنا رجعنا لجو الدكه اللي مليانه ناشئين، اللي احنا بنلعب اقوى تشكيله، ولو حد اتصاب مش هنعرف ننزل مين. غياب الونش، غياب شيكابالا، غياب عبد الشافي، غياب فتوح، وكمان شفنا غياب سامسون ايكينولا اللي هو كان صفقة رائعة جدا، وشفنا أول ظهور ليها كان في ماتش سيراميكا كليوباترا. وكمان يعني ناداي معظم الصفقات اتصابت، يعني في يعني مش فاهمة هما جايين يتصابوا ولا جايين يلعبوا. عامة بعيدا عن ده شفنا تبديلات غريبة غريبة جدا، يعني شفنا أوباما بينزل في الشوط التاني، عارفين ده مش موسم أوباما عشان ينزل في بداية شوط تاني، ينزل آخر ربع ساعة ممكن يعني مش هيغير لك، لأ هو ممكن يغير لك. وكمان حسام أشرف، يوسف أسامة نبيه برضو ما شفناش اللعيبة دي زي الموسم اللي فات، في اختلاف في روح اللعيبة. شفنا صناعة الهدفين كانوا للاعب أحمد سيد زيزو، يعني زيزو لما راح على عدلته بدأ يرجع هو زيزو. مشفناش مصطفى شلبي، هتقولي بقى ما هو عدم انسجام، يعني طول حوالي شهر اللي هي الفترة التوقف في الدوري المصري هما ما قدروش ينسجموا. طب ما انت كنت لسه كسبان على المصري في الكاس، ايه اختلف ده؟ انت كده عرفتهم اكتر. فانا مستغربة الجو اللي فيه الزمالك حاليا. اما المصري عارف اخطائه في ماتش الكاس وقدر يعالجها، وقدر يعرف اخطاء الزمالك اللي ممكن يقعوا فيها واللي هم فعلا وقعوا فيها، قدر يعتمد على الكرات الثابته اللي حاليا مفيش اي لاعب طويل القامه غير حسام عبد المجيد اللي يقدر يتولى مثلا، كل معظم اللعيبه بتعرف تلعب براسها، فهو حسام عبد المجيد بس ممكن اللي يجيد قوي في اللعب بالراس، فهو يعني هياخد ال10 لعيبه في حضنه يعني ولا يعمل ايه. فشفنا كمان اصل الصراحه يعني بجد المصري رائع رائع، وخصوصا كمان ان المدرب عجبني. المدرب بقى ما اكتفاش بالنقطة انا خايف ان الزمالك يغلبني، لا نزل محمد عطر وتبديلاته كانت كلها هجومية، ما شفناش تبديل واحد دفاعي، وده اللي يأكد لك على اصرار المدير الفني على الفوز. وشخصية المدير الفني دي بالذات بتعجبني قوي بجد، انا شايفة ان المصري كان يستحق الفوز، وهارد لك المصري بجد، يعني انا كان نفسي تفوزوا علشان انتوا بجد عملتوا مباراة رائعة. اما الزمالك لازم يعدل مساره، علشان لو مشى على نفس المسار ده هيبقى فيه مشكله هتقابله اكيد في المباريات الاتيه، لان اخر مباراه كانت تعادل مع انبي، وما فيش غير مباراتين كانوا فوز في الدوري امام سيراميكا وسموحه اللي كان برضو فيها اداء هزيل جدا، اداء لكن بنتيجه. الماتش ده شفنا برضو تعادل وباداء هزيل، ماتش انبي نفس الفكره. فاحنا مش منتظرين لما نشوف مباريات خساره في بدايه الدوري من ناحيه الزمالك اللي هو حامل اللقب. بس كده قابلكم في فيديو جاي لو بإذن الله، هيبقى فيديو الأهلي أمام طلائع الجيش، ونتكلم بقى ونشوف الأهلي عمل ايه وطلائع الجيش عمل ايه. وأنا منتظرة لاعبين مهمين جدا، اللاعب خالد قمر من ناحية طلائع الجيش، واللاعب برونو سافيو من ناحية نادي الأهلي، اللي منتظرة ان هما بإذن الله سيلمعوا في هذه المباراة. بس كده قابلكم في فيديو جاي.